الاقتصادي التونسي. الى حد الان توزيع فقط لارنس لكن كانت خارج الميدان، كره عند الياس الجلاسي يبحث على التصويب والحارس معاذ بن شريفيه. معاذ بن شريفيه ايضا يوسف البليلي، الكره لاحمد العكيشي، احمد العكيشي، اسامه الدراجي، اليسون عفون، والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي. اذا مجهود مدروس وتدرج بالكره وثم تمويه كره توصل لاحمد العكيشي، الفتحه من اسامه الدراجي لاليسون عفون. اليسون عفون بتصويبه يمينيه ارضيه تمكن من التسجيل ومغالطه الحارس حمدي القسراوي. وميزه اليسون عفون انه سجل ذهابا وايابا امام الملعب التونسي. اعاده من جديد احمد العكيشي، كره توصل مباشره لاليسون عفون وبتصويبه يمينيه يغالط الحارس حمدي القسراوي. إذا تسيم ربما تواجد ترجي في منطقة جزاء الملعب التونسي في الربع ساعة الأول للشوط الأول وأحداث الفرق والترجي التونسي. تواصل الغياب أيضا يوسف البليلي، الكرة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي، أسامة الدراجي، أليسون عفون، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. إذا مجهود مدروس وتدرج بالكرة وثم تمويه كرة توصل لأحمد العكيشي، الفتحة من أسامة الدراجي لأريسون عفون. أريسون عفون بتصويبة يمينية أرضية تمكن من التسجيل ومغالطة الحارس حمدي القسراوي. وميزة أريسون عفون أنه سجل ذهابا وإيابا أمام الملعب التونسي. إعادة من جديد أحمد العكيشي، كرة توصل مباشرة لأريسون عفون وبتصويبة يمينية يغالط الحارس حمدي القسراوي. إذا تسيم ربما تواجد ترجي في منطقة جزاء الملعب التونسي في الربع ساعة الأول للشوط الأول وأحداث الفرق والترجي اللي سجل 6 أهداف على مجموع اللقاءين أمام نفس المنافس الملعب التونسي. وإلى حد الآن تسيم لفريق أحسن خط هجوم إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والترجي كذلك عنده فترة ما فازش خارج الميدان منذ مباراة النجم المتلوي. والكرة لصالح الملعب التونسي، ثم إشارة من الحكام بوجود ركنية واضح. والمساعد الأول العربي منصوري أشار إلى 6 أمتار لكن قرار الحكم واضح ومنطقي والركنية لصالح الملعب التونسي. ننتظر في رد فعل من تشكيلة المدرب سفيان الحدوسي، أسامة الدراجي وعبد الحليم الدراجي مباشرة. التماس للترجي الرياضي التونسي بالنسبة للترجي بالنسبة للرسم البياني لأهداف وتيلة هذا الموسم، أغلب الأهداف سجلت في بين دقيقة 75 ودقيقة 90. 35% من الأهداف، 12% فقط من أهداف سجلت في الربع ساعة الأول من جانب الملعب التونسي. أيضا ما سجل حتى هدف في الربع ساعة الأول منذ انطلاق الموسم. نعرف أن البداية كانت صعبة للملعب التونسي مع الهزيمة الأولى من فريق الملعب الجيبسي في ملعب الشادي زويتن ثم هزيمة في قفصة، لكن تدارك في هذه الفترة الثانية مع انتصار أمام قوافل قفصة وتعادل في جابس، رغم أنه خسر كذلك 2 نقاط من فريق الأولمبي البيجي في مباراة صعبة من فئة 6 نقاط من أجل تفادي النزول. أمينو بوبا، أليسون عفون، أسامة الدراجي، وقبله أمير الدريدي. والكرة اللي صالح الترجي الرياضي التونسي اللي يسعى للضغط وعدم أيضا إمكانية الخروج بالكرة. بكل راحة من جانب الملعب التونسي خالد المولهي. أمينو بوبا من جديد، حسين الراقد، إيهاب المباركي، تنويع في اللعب وتغيير أيضا اللعب من الجهة اليسرى والجهة اليمنى. حاتم البجاوي الصعود من الجهة اليسرى لمدافع الملعب التونسي. هذه المرة التدخل الأخير والركنية الثانية على التوالي لفريق البقلة. ونذكر
هذا الفريق اللي كانت عنده مواعيد على مستوى البطولات العربية، وكان أيضا في نهائي مشوق سنة 2003 كان فاز على النادي الإفريقي هدف مقابل صفر. حاليا يسعى لتدارك الوضعية الصعبة لبداية الموسم والتركيز على الكرات الثابتة. وهاشم عباس كرة من جديد لكريم العواضي، ومباشرة الحارس معز بن شريفية. كريم العواضي قلت لاعب هام على مستوى الكرات الثابتة. نشوفوا هاشم عباس، ثم كريم العواضي، وامكانيات المباقة فريق الملعب التونسي. عبد الحليم الدراجي على مستوى القائم الثاني، امير الدريدي، وضعية تسلل معلنة كورتو. عبد الحليم الدراجي والتصويبة، التصويبة الأرضية من عبد الحليم الدراجي. في إسبانيا أريسان فول، والتألق للحارس حمدي القسراوي، التألق لحمدي القسراوي أمام اللاعب الدولي الغاني. وسام الدراجي سحب 7 أهداف منذ عودته للترجي في الرابطة المحترفة الأولى. إرنست، عفوا، من أمينو بوبا. إرنست، وضعية سانحة للكاميروني. إرنست يفوت الفرصة بعد هفوة من مواطنه بوبا، لكن إرنست أو إيتو جونيور كما يلقب لم يكن في المستوى المأمول من خلال معناها الديسيزيون والقرار اللي خذاه، والتصويبة الأخيرة بعيدة كانت في اتجاه الهجومية. 8 أهداف، أحسن هدف الترجي كذلك وسام في الأهداف وسحب تمريرات حاسمة. هدف رائع جدا، الإمضاء لأسامة الدراجي، هدف رائع لأسامة الدراجي. بريمير انتنسيون، كرة مباشرة في شباك الحارس حمدي القسراوي. هذه الخصال والمواهب الفردية والفنية للاعب أيضا موهوب أسامة الدراجي. يرجع بقوة وعنده وزنه حاليا في وسط ميدان الترجي، ويحدث الفارق ويساهم في الأهداف الحالية. شوفوا الكرة مباشرة لأسامة الدراجي، كرة مباشرة في شباك الحارس حمدي القسراوي. نشوفوا في أهداف ممتازة ورائعة إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى، والكرة مباشرة في الشباك. ما خممش، صوبها، وأكيد هذا اللاعب أسامة الدراجي. إلى الظهير محمد بن علي في التوزيع والوضعية أمام اللاعب إرنست، والتغطية من العربي جابر. محمد علي المهذبي باش ياخذ مكانه في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. إيهاب المباركي، حسين الراقد، مباشرة لعلي العابدي. علي العابدي يختار التصويب. علي العابدي المحاولة اليسارية، قلت لكريم العواضي، مباشرة لحاتم البجاوي، والكرة خارج الميدان في 13. والياس جلاسي، الياس جلاسي مجهود فردي والتسويب، والحارس معز بن شريفية. ثم التغطية للجانب دفاع الترجي. صعوبات لإيهاب المباركي من جهته. شوف المحاولات والتألق، التألق من جديد لمعز بن شريفية. معز بن شريفية نفس الكرات، نفس الثغرات، والتألق لمعز بن شريفية في تفادي هدف محقق لنفس اللاعب الياس الجلاسي. ممتاز. اذا كرة اخرى افريقيا الاندية البطلة 94 امام الزمالك المصري. اسامة السلامي والرجلة اليسرى، هذا يحبذ الوضعية. هذا اسامة السلامي كان معناها في وضعية سانحة لتذليل الفارق. اسامة السلامي كانت الزاوية مفتوحة. يعاد من جديد المحاولة من اسامة السلامي في وضعية مناسبة لتذليل الفارق. لعب السابق للافريقي 7 سنوات كامله، وبطوله 2008 كؤوس ابطال افريقيا، والترجي يفوز على الملعب التونسي 2-0. واكيد انتظر في احمد الصالحي والاستجوابات. نذكر اهداف اريسون افول واسامه الدراجي، رغم المجهودات ورغم حب الرجوع والرغبه في الرجوع وتذليل الفرق من جانب الملعب التونسي، لكن توصل الترجي الى الانتصار.